عليكم ومرحبا بكم الناس اللي سولونا على المحل الثاني ديال الطب ارتيكل، المحل اللي فيه السي عديل. غتمشيو معايا ان شاء الله خطوه بخطوه، تنوريكم المحل فين جا. المدخل جوج، هذا هو الزنقه الطواله وحده غتخرجوا في المحل، يعني غتدخلوا غير مع المدخل جوج، كتزيدوا شويه. كاين واحد المسجد هنا على يدكم اليسار، المسجد الوحيد اللي كاين في سوق القريعه، جاوز السوق وكبير، وهذا يعني على يدكم اليسار الا دخلتوا مع المدخل جوج. وهنا كتلقاو صحاب الزرابي مجموعين هنايا، وكاين هاد الدراري اللي كيبيعوا القلوعه، راه معروفه هنايا في سوق القريعه، وما هادو الدراري اللي كيبيعوا القلوعه في الشوكه. وكاين هاد الزنقه اللي كتهبطكم مالي البال، هي هاد كتهبطكم ديريكت مالي البال، هاد الزنقه تو درو. كتمشيو مع الزنقه ديال مالي الزرابي وماي بونش، كتدخلوا هنايا كتلقاو صحاب التريات وصحاب الاتات اللي كيبيعوا الاتات ديال التلفازه والى اخره، منظمات الصبابط. كاين هنا واحد مول الورد على يدكم اليسار، وكاين مخفر ديال الشرطه، هذا مخفر ديال سوق القريعه معروف جوز السوق هو هذا. والمحل كتلقاو واحد النجار هنايا، كتلقاو واحد مول الورد، وهو شاد على مول الورد مباشره، محل عادي. وهو هذا المحل، جميل انواع الاواني المنزليه الفاخره، شي حاجه اللهم بارك، شي حاجه طوب كاليتي. والتعامل ان شاء الله في المستوى السعادي، هو هذا اللي تيرتب، والعطريات المرخمين، الديكورات، داكشي يا سلام تبارك الله. مرحبا بكم، لمزيد من المعلومات المرجو التواصل معنا عن طريق الخاص او عن طريق الواتساب. مرحبا بالجميع.